احنا صحينا النهاردة من النوم على صور اطفال صبية في احدى المدارس الامريكية الدولية في حفلة عادي. كل البروم هو مجموعة دفعة وهي بتتخرج، الاولاد بيجمعوا من بعض فلوس وبيروحوا يحجزوا قاعة في فيلا في اوتيل، يجيبوا فقرات او يجيبوا دي جي شهير ويروحوا يتبسطوا مع بعض ويحتفلوا. ده احتفال غير المدرسة، لان الصور لما اتنشرت البعض كتب، وبرضو المعلومات الخاطئة دايما بتحطنا في مأزق، البعض كتب ان دي في مدرسة وازاي مدرسة تعمل كده. البروم بيبقى بعيد عن المدرسة. المدرسة لها هند، لها ايد في المتابعة. لكن ليه احنا بنناقش الموضوع ده النهاردة؟ اولا انا بطمن الجميع، لان اهالي لما عرفوا ان احنا هنناقش الموضوع كلمونا وصور الاولاد، ويعني احنا ده مبدأنا، احنا لا نهتك عرض احد ابدا ولا نشهر باحد، ونحترم الخصوصية احتراما كاملا، وضد ان الصور تتنشر، ولولا ان الموقع الشركة بتاع الحفلات هي اللي نشرت الصور وكانت على حساب خاص ما كنتش هذاعها. لكن هذه الصور المشكلة اللي فيها وسبب مناقشتنا فيها النهاردة انهم جايبين فرقة روسية بترقص استريبتيز. استريبتيز يعني ايه؟ يعني بيقلعوا الملابس حتة حتة. اهو احنا طبعا مداريين، دي مشاهد ما بتحصلش الاستريبتيز لأماكن في اوروبا وامريكا، ما بيروحوش غير البالغين الكبار عشان يتفرج على ناس قلعة. ايه الجرأة الشديدة عند الاولاد وهم بيفكروا دول اولادنا، وهم بيفكروا انهم يجيبوا ده؟ طب دول اولاد وبنات، طب الاولاد عندهم شبق التجربة والمشاهدة، والبنات انت بتجرح مشاعرهم او بتكسر الحاجز الاحترام ما بين الولد والبنت. الشركة اللي عملت كده تتحمل مسؤولية. الاولاد اللي عملوا كده محتاجين نتناقش معاهم، محتاجين نتكلم معاهم، مش محتاجين نفضحهم ولا نشهر بيهم، محتاجين نفهم ان لدينا جيل جديد اصبح منفتح زياده عن اللازم. هو ده اللي بناخده من بره، يعني دي القيمه اللي بناخدها من بره، ان احنا نجيب استريبتيز. انا القضيه شغلاني في مفهوم الاب والام اللي في البيت. هل الاب والام عارفين؟ صدقوني في اباء وامهات كتير ما يعرفوش ايه اللي حصل. يا ماما احنا عندنا بروم، يا بابا انا عندي بروم، اديني 2000 جنيه اديني 5000 جنيه، وغاب الاب والام. ما سالوش ايه اللي في البروم؟ ايه فقراته؟ هتعملوا ايه يا اولاد؟ هنتناقش، لان البروم ما بيروحوش اولياء امور. هو بتاع الشباب بس ولا المدرسه؟ نادرا في مدرسه قالت احنا بنروح بنشرف علشان ده يمس المدرسه في النهايه. هنوصل للانقطاع اللي تم داخل الأسرة بين الأسرة والأولاد والمدرسة والأولاد، لأن مفيش مدرسة هتقول للأولاد يا أولاد هاتوا ستريبتيز، عرضوا ستريبتيز واتفجروا اتفرجوا على ستات عريانة بترقص عريانة بيقلعوا ملابسهم قطعة قطعة كده. شيء محتاج وقفة بنظرة للمستقبل والأولادنا، وليس الهدف من ذلك أبدا التشهير. خلوني معايا الأستاذ وليد أبو شقرة. الأستاذ وليد أبو شقرة هو يعني رئيس مجلس أمناء المدارس الأمريكية الدولية، والكلام أول ما مس المدرسة. مساء الخير يا أستاذ وليد. مساء الخير أستاذ خيري. أهلا بيك، أنا عارف إن حضرتك مسافر خارج مصر ومش عايز أطول عليك، أنا بشكرك على إنك حرصت على أن تشاركنا هذا الحوار. أنا أشكر حضرتك وأشاهد برامجك كثيرا واحترم صدقيه البرامج دائما. شكرا يا فندم. استاذ وليد، كيف رايت يعني لما وصلك ان هذا البروم بتاع طلاب من 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 احدى مدارسك عملوا هذا البروم بهذا الشكل، واثار جدل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي، اول انطباع جه لحضرتك واول قرار خدته؟ أول قرار خدته حضرتك إنه بلغ محامي المدرسة، لأنه حطوا AIF وهذا حفل خاص لا ندري عنه ولا علاقة للمدرسة به.
ابدا. نعم. والحضور انا شفت الدقيقتين اللي عرضوهم، الحضور يفوق عدد المخرجين، المخرجين باضعاف اضعاف يعني. ايوه ما انت عارف حضرتك انهم بيعزموا اصحابهم وبيدفعوا تيكت وبيحضروا. نعم نعم نعم. نحن لا علم لنا به ولا علاقه للمدرسه به ابدا. حضرتك سياستنا التربويه نحن نحافظ على العادات والتقاليد في البلد اللي بنبني فيه وبنأسس فيه مدارس، وخاصة انه انا عربي امريكي. نعم. وتعلمت من طفولتي على ايدي البعثة المصرية في كلية المقاصد الاسلامية في بيروت في طفولتي. نعم. ولذلك اقدر طبعا وافهم واحترم عاداتنا وتقاليدنا، وهذا مشهد في كانه في بار او كباريه ليلي. نعم. هو كان في احد فنادق مصر الجديده. نعم نعم عملوه كما يظهر في احد الفنادق. نعم. بس نحن اللي نشروا هذا بدوا بالاعتذارات، ولكن هم عليهم مسؤوليه قانونيه وادبيه انه طلاب عاملين حفل في 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 فندق، ليش يحطوا اي اي اس؟ نحن مالناش علاقه بالموضوع. نعم. بينما نحن نحترم العادات والتقاليد وجو مدارسنا الاخلاقي رائع نفخر به. طيب بالمستوى نفخر به الاهالي والطلاب. بالمستوى الاخلاقي والتربوي اللي حضرتك حريص عليه، بتشوف طريقه تفكير نعم. اولاد خرجوا من هذه المدارس، واي مدرسه مش هي لوحدها اللي بتربي، دايما البيت ليه دور وفي ثقافة كده جديدة عند الأجيال الجديدة. حضرتك شفت ده تربويا إزاي؟ يعني هل ده هيحتاج مراجعة لفكر الأولاد اللي بيتعلموا عند حضرتك في المدارس؟ أنا لا أعتقد ذلك، وأنا أؤمن وكما هو الواقع أن الطلاب يتعرضون لكافة الإغراءات وكافة الحاجات اللي تجذبهم، ولكنهم حتى عند دخولهم الجامعات يخرجون بنفس الآداب والأخلاق اللي بنت عندهم في البيت وفي المدرسة، ونحن متشددين في كل الإساءات حتى التدخين ممنوع ونراقبه تماما. وطلابنا ما حدا خيب الأمل والحمد لله. خريجينا في مصر بالذات هم قاطرات للنمو، بتلاقي من اكبر الشركات العربيه. مدارس حضرتك غنيه عن التعريف استاذ وليد، مدارس حضرتك من المدارس الراقيه اللي اسمها معروف ومش اي حد بيدخل هذه المدارس، ولكن وانا هاخد من كلام واخد من كلام حضرتك، طالما ان هذا حدث بالفعل وانهم طلاب من المدرسه هم الذين عملوا البروم، يبقى هؤلاء الأولاد في جزء من الخلل، أنا لا أعفي الأسرة ولكن أيضا لا أستطيع أن أعفي المدرسة، هنا يبقى في مؤشر ما محتاج تدخل من إدارة المدرسة، هنا مش حرية شخصية. التدخل هو التخرج، وتدخلنا هو للتوجيه فقط، ما لنا سلطة عليهم، ولكن انا لا اعتقد ان هم خططوا البرنامج الحفل، هن كلفوا شركه والشركه عملت هالبرنامج. الشركه بتقول انها المدرسه كانت الشركه بتقول ان المدرسه كانت عارفه البروم وعارفه اللي هيحصل فيه وان احنا جايبين فرقه روسيه. نحن مش عارفين يعني، هم الطلاب اخذوا هالقرار هم وزمايلهم. وهذا نحن ما بنشجع ابدا، بنمنع حتى نشجع طلابنا انه ما يعملوا بروح حتى، لان اذا بده يكون من هالنوع. نعم. اذا بده يكون من هالنوع. طيب انا بشوف ولذلك بتلاقي مدارسنا يعني مخرجينا مثل رائع للاخلاق، ونتعاون مع الاهل، لانه المدرسة بمض الطلاب فيها وقت أكثر ما بمضوا في بيتهم هم صاحيين. طيب فنتشارك مع الأهل في كل النشاطات.